Section 1.4, properties of trigonometric functions. عارفين trigonometric function اللي هي الساين الكوزاين التان الكوسيك السيك الكوتان. ايه هي البروبرتيز بتاعتي اللي هندرسها في سيكشن 1.4؟ دومين اند رينج، هي ايفن ولا اوت، والبيريود بتاعتها كام؟ 1.41 دومين اند رينج اوف trigonometric function. يعني ايه دومين ورينج؟ احنا عارفين لما اكتب كده مثلا فور اكزامبل واي ايكوال ساين اكس، الدومين هو الافيلابل فاليو فاليوز اوف اكس، الفاليوز بتاعت الاكس دي بنسميها الدومين. يبقى الانجل بتاعت الساين والكوزاين والسيك والكوسيك والتان والكوتان هي الدومين، لكن الفاليوز بتاعتي هي الدومين بتاعت الانجل، لكن الريزلتس الواي هو ده الرينج عندنا. يبقى الريزلت هو الرينج لكن الانجل هي الدومين. فور اكزامبل احنا عارفين الساين الاوتبوت بتاعه او الرينج فروم ماينس 1 تو 1. طيب تعال نشوف الباقي. ايوه اهي، تعال نشوف واحد واحد هنا. الكوزاين الدومين بتاعنا هو ار، ليه؟ ما فيش ريستريكتد فاليوز للانجل، اي انجل ليها كوزاين، اي انجل الزيرو ال 360 ال 100 مش عارف كام 700 1 مليون 2 مليون اني انجل كان بي فاوند فور ات كوزاين، نقدر نجيب لها كوزاين، اي انجل ليها كوزاين. يبقى كوزاين الدومين بتاعها هو ار اوريال نمبر. نفس الكلام الساين اوريال نمبر الدومين فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي. يبقى الدومين بتاع الكوزاين والساين فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي. يبقى الانجل تاني الدومين هو الانجل، هو الانبوت عندنا. طيب لكن الرينج هو الاوتبوت، هو الريزلتس، هو الناتج بتاعنا الريزلتس بتاعت الانجل بتاعت الساين او الكوزاين. طيب يبقى الكوزاين والساين الدومين اوريال نمبر. التان انا عارف ان التان ايكوال ساين ثيتا اوفر كوزاين ثيتا او واي اوفر اكس. طب في الحاله دي لو احنا فاكرين ما كنا بنرسم الاكس والواي، كانت البوينت هنا عند الثيتا ايكوال 0 كانت كام؟ كانت 1 و 0. الانجل 90 كانت البوينت 0 1. الانجل 180 ماينس 1 و 0. الانجل 270 كانت الانجل البوينت كام؟ ايوه 0 ماينس 1. تمام. طيب لو احنا عارفين ان التان عباره عن واي اوفر اكس، يبقى التان 0 موجوده 0 اوفر 1 ب 0، لكن 1 اوفر 0 يبقى 90 فيها مشكله، لان tan 90 ايكوال كام؟ 1 اوفر 0 لا ساين اوفر كوزاين او الواي اوفر اكس، يبقى 1 اوفر 0 يعني معناها undefined. يبقى في مشكله عند ال 90. نفس الكلام عند 270 ايكوال ماينس 1 اوفر 0 اللي هي واي اوفر اكس، يبقى معنى كده undefined. يبقى في مشكله عندنا في ال 90 و 270، يعني معنى كده ان انا عندي ال 90 بلس 180 يعني معناها ال 90، لو زودت عليه 180 يطلع لي 270، يبقى في مشكله عندنا في 90 270، ازود 180 كمان يبقى بلس 180 يطلع لي كام؟ 450 مثلا وهكذا. طب البوينت النقط دي في مشكله عندنا، ليه؟ يبقى 90 و270 وهكذا، كل ده يعتبر ايه؟ ملوش تان او التان بتاعه undefined. ليه؟ لان الدومينيتور بزيرو عند الكوزين بزيرو، لو الكوزين بزيرو معناها يطلع لي التان undefined. يبقى معناها ايه؟ يبقى الدومين اول ريال نمبر بتاع التان اول ريال نمبر، يبقى ثيتا برونجز تو ار اول ريال نمبر اكسبت ما عدا ال 90. يبقى المفروض الدومين اكتبه كده اول ريال نمبر اكسبت الزوايا اسمها ايه؟ 90 270 وهكذا، اللي هم اسمهم ايه؟ باي اوفر 2 3 باي اوفر 2 وهكذا. طيب اللي هي 5 باي اوفر 2 طبعا بالبوستيف والنيجاتيف، بوستيف ونيجاتيف، لو انا قست كاونتر كلوك وايز او كلوك وايز يبقى بوستيف ونيجاتيف. طيب اكتبها ازاي؟ احنا هنكتبها كده ثيتا داز نوت ايكوال باي اوفر 2 اللي هي 90، ولو زودت عليها باي اللي هي 180، يعني لو حطينا كي بلونجز تو زي اللي هو الانتجر نمبر، الزي دي معناها انتجر نمبر، فهنا لو عملت سبستيتيوت الكي ب 0 مثلا يبقى باي اوفر 2 اللي هي 90، الكي ب 1 يبقى 90 بلس 180 اللي هي 270، الكي ب 2 يطلع لي 450 اند سو اون. يبقى بنكتبها بالشكل ده ثيتا does not equal باي اوفر 2 بلس كي باي،
وير كي بلونجز تو زي، يبقى معناها التان الدومين بتاعها اول ريال نمبر اكسبت ال 90 و 270 450 اقعد زود 180 ليه؟ عشان عندي الانجلز دي الكوزين ايكوال 0 وانا عندي التان ايكوال ساين اوفر كوزين، ما ينفعش اقسم على 0. يبقى مشكله التان ان عندي الكوزين لان الكوزين في الدومينيتور، يبقى انا ادور على الفاليوز اللي تخلي الكوزين بزيرو واشيلها من الين؟ من الدومين بتاع التان. نفس الفكره بتاعت السك، ليه؟ السك عباره عن ايه؟ 1 اوفر كوزين ثيتا، عشان كده الدومين بتاع السك هو نفسه التان، لان السك ايكوال 1 اوفر كوزين. فانا عندي 90 كوزين بزيرو، يبقى 1 اوفر 0 ايكوال اندفاين، نفس المشكله. وعشان كده الدومين بتاع التان هو نفس الدومين بتاع السك، يبقى الدومين بتاع السك كام؟ ثيتا داز ثيتا بلونجز تو ار كل ريال نمبر اكسبت باي اوفر 2 بلس كي باي. يبقى تاني الدومين بتاع السك والتان زي بعض، ليه؟ لان هما الاثنين بعمل ديفايدد باي كوزين، التان ساين اوفر كوزين والسك 1 اوفر كوزين، او التان واي اوفر اكس والسك 1 اوفر اكس. خلاص يبقى الاثنين زي بعض زي ما احنا شايفين كده، او اللي هي 1 اوفر اكس عندنا، او روت اكس سكويرد بلس واي سكويرد اوفر اكس لو عندي السيركت داز نوت ايكوال 1، الكلام اللي احنا شرحناه في 1.3. طيب يبقى الحاله دي تاني زي بعض، التان والسك نفس الدومين. طيب نيجي للكوتان، الكوتان عباره عن ايه؟ العكس، كوزين اوفر ساين، اللي هي مين؟ ساين اوفر كوزين، اللي هي اكس اوفر واي. يبقى المشكله عندنا في الساين. طيب ايه الانجل اللي عندها ساين بزيرو؟ الزيرو وال 180. يبقى معنى كده الكوتان بلونجز تو ار ما عدا الثيتا داز نوت ايكوال كي باي. ليه كي باي؟ يعني لو حطيت الكي بزيرو يبقى الانجل زيرو، ال1 يبقى كي 1 يبقى معناها باي اللي هي 180، 2 يبقى معناها 360، يبقى اقعد ازود كام؟ 180. يبقى معنى كده ثيتا داز نوت ايكوال كي باي. يبقى مشكله الكوتان في مين؟ في الزيرو 180 360 وهكذا، افضل ازود 180. يبقى اقول كده ثيتا بلونجز تو ار اكسبت او ثيتا داز نوت ايكوال كي باي، وير كي بلونجز تو زي اللي هو الانتجر نمبر، يعني انتجر نمبر بالنيجاتيف البوزيتيف، يعني كده 0 1 2 خلاص نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 اند سو اون. يبقى بالبوزيتيف والنيجاتيف عندنا كي، ليه؟ لان احنا حسب ما بنقيس بقى كاونتر كله كويس ولا كله كويس. يبقى لو طلب مني الدومين اقول كده ثيتا بلونجز تو ار ثيتا داز نوت ايكوال باي اوفر 2 بلس كي باي. يعني ايه بلس كي باي؟ يعني 90 بلس كي باي، او هنا ثيتا داز نوت ايكوال المفروض 0 بلس كي باي، بس الزيرو ما بيتكتبش يبقى كي باي على طول. طبعا الكوتان زي مين؟ زي الكوسيك. ليه؟ لان الكوسيك عباره عن 1 اوفر ساين اللي هي 1 اوفر واي. يعني انت قصدك الكوتان والكوسيك زي بعض عشان الدومينيتور بتاع الاثنين ساين. يبقى برضو الدومين بتاع الكوسيك ايه؟ ثيتا بلونجز تو ار اكسبت او ثيتا داز نوت ايكوال كي باي وير كي بلونجز تو زي. يبقى انا عندي الدومين بتاع الكوزين والساين زي بعض، التان والسك زي بعض، الكوتان والكوسيك زي بعض. طيب ده الانجل ثيتا، الدومين يعني ثيتا الانجل. طب بالنسبه للرينج، الرينج معناه الاوتبوت، معناه المينيموم والماكسيموم فاليوز للاوتبوت او الريزلتس عندنا. طيب الكوزين والساين، انا عارف ان هم فروم ماينس 1 تو 1 كلوزد، يبقى الرينج بتاع الكوزين والساين فروم ماينس 1 تو 1 كلوز. ايا كان الانجل ايه الكوزين والساين ما يقدرش، يبقى الماكسيموم فاليو 1 والمينيموم فاليو نيجاتيف 1. طيب التان والكوتان اول ريال نمبر، لان التان والكوتان عباره عن ساين اوفر كوزين، طلعوا لي اي ارقام، يبقى فروم ماينس الفيت والفيت، يعني ممكن التان تطلع 300 تطلع 3 مليون 1 مليار اي فاليو، يبقى فروم ماينس الفيت والفيت اول ريال نمبر، اول ريال نمبر الرينج. السك والكوسيك، السك والكوسيك هو ريسيبروكال للكوزين والساين. يعني معناها ايه؟ معناها ان الكوزين والساين هما ليه زان 1؟ لا، يبقى السك والكوسيك جريتر زان 1 لان هما ريسيبروكال مقلوب. فلما مثلا الكوزين، لو الكوزين طلعت هاف يبقى السك ايكوال كام؟ 2 اوفر 1 يعني 2. يعني وعشان كده الكوزين هو فراكشن ليه زان 1 او ايكوال 1، لكن السك جريتر زان اور ايكوال 1. عشان كده عندنا هنا السك وكوسيك فروم ماينس انفينيتي تو ماينس 1 يونيون 1 تو انفينيتي. يبقى الرينج الكوزين والساين زي بعض، التان والكوتان زي بعض، السك والكوسيك زي بعض في الاوتبوت عندك. طيب تعال نشوف الاكزامبلز. ديترمين ذا دومين اوف ذا فروم فانكشن اف اوف اكس ايكوال 2 تان اكس بلس باي اوفر 3. هي اسك اباوت ذا دومين، الدومين
يبقى الدومين ليه دعوه بالانجل، ماليش دعوه بالفاليوز المالتيبلايد او الاديشن او السبتراكت فروم ايه التان، ماليش دعوه، ليه دعوه بالانجل. يبقى الدومين معناه الانجل بس، اللي جوه التان، اللي جوه الساين، اللي جوه السك، اللي جوه الكوسك، اللي جوه الكوتان، ليه دعوه بالانجل بس. طيب يلا اجيب الانجل بس ازاي؟ يبقى اكتب كده الانجل هنا اسمها اكس بلس 3، يبقى الاكس بلس 3 باي اوفر 3 مالها؟ نيجي نشوف الدومين بتاع التان، انا عارف التان كل الانجل تنفع ما عدا مين؟ باي اوفر 2 بلس كي باي، يبقى اكتب كده الاكس بلس باي اوفر 3 داز نوت ايكوال باي اوفر 2 بلس كي باي، وير كي بلونجز تو زي اللي هو الانتجر نمبر زي. يعني انت بتشيل الثيتا هنا وبتحط مكانها الانجل اللي جوه عندك هنا بس، يبقى الثيتا اللي جوه التان او الساين او كوزين او السك او كوسك اشيلها واكتب بدلها الفاليو الموجوده عندي فين؟ في الدومين. يبقى سبستيتيوت الاكس بلس باي اوفر 3 اكنها هي الثيتا بالظبط، يبقى داز نوت ايكوال. ايوه باخد الانجل على بعضها بالرقم المضروب فيها بالمجموع عليها بالمقسوم كل حاجه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ الدومين معناها الفاليو بتاع الاكس، يبقى هنا ودي الباي اوفر 3 اكنها ايكويشن عندي ان ذا اذر سايد، يبقى الاكس داز نوت ايكوال باي اوفر 2 ماينس الباي اوفر 3 بلس كي باي. يلا نعمل سبتراكت الباي اوفر 3 فروم باي اوفر 2، اعمل كروس، يبقى الx does not equal 3 باي minus 2 باي، يبقى باي اوفر 6 بلس كي باي. خلاص ده الفاينل انسر عندنا. يبقى ده الدومين. يعني ايه الدومين؟ يعني الx ممنوع تبقى باي اوفر 3، يبقى الx اي فاليو ممكن اعوض بيها تطلع لي تاني ما عدا باي اوفر 3. باي اوفر 3 يعني 30. استنى كده بالعقل كده، ايه الزاويه اللي مالهاش تان؟ 90. اقل زاويه مالهاش تان ال 90. طيب هنا الباي اوفر 3 معناها 60، يبقى 60 بلس كام يطلع 90؟ دي باي اوفر 3 معناها 60، يبقى 60 بلس كام يطلع 90؟ يبقى 30. يبقى معنى كده ال 30 هي اللي ممنوع عندنا، يبقى 30 بلس كي باي او باي اوفر 6 بلس كي باي. اكتبها بالراديان بالراد باي اوفر 6. يبقى بالعقل تاني التان ما ينفعش تان 90، لان تان 90 undefined، لان يطلع 1 اوفر 0. طيب تان 90 يبقى ده ما ينفعش يبقى 90، يبقى اكس بلس باي اوفر 3، الباي اوفر 3 معناه سكس، يبقى الاكس بكام؟ المفروض ما تساويش كام؟ 30، و30 واكتب جنبها كام؟ كي باي. طيب ويتش ار نمبر بي؟ لتر بي. هنا بيقول لي ايه؟ 4 بلس 5 ماليش دعوه، هو عايز الدومين، يبقى الدومين معناها الانسايد اللي هو الانجل بس، ال 2 اكس، يبقى اكتب 2 اكس. نيجي للكوسيك، الكوسيك الثيتا داز نوت ايكوال كي باي، يبقى اكتب كده does not equal k by بس. يبقى انا عندي التان والسك does not equal by over 2 plus k by، لكن الكوتان والكوسك k by على طول. طيب where k does not belongs to mean z. طيب يلا نكمل، اعمل divided by 2، يبقى x does not equal k by over 2 بس. يبقى ده مين؟ ده الدومين. يبقى الدومين الاكس ما تنفعش تبقى كي باي اوفر 2، ليه؟ لان لو عوضت عن الاكس كي باي اوفر 2 هيطلع لي 2 تروح مع 2 يبقى كي باي، وكي باي معناها مثلا لو حطيت الكي ب 0 يبقى 0، وكوسيك 0 بكام؟ اندفايند. طب كوسيك وحطينا الكي ب 1 يبقى كوسيك باي اندفايند باي. تعال نشوف اكزامبل ثاني. طيب ديتيرمين ذا دومين اوف ذا فروم فانكشن 3 سيك 3 sec 2x 2x، يبقى الانجل هنا 2x، يبقى اكتب هنا 2x does not equal السك، السك معناها 1 over كوزين، الكوزين مشكلتها فين؟ في ال 90، يبقى باي اوفر 2 بلس k باي، where k belongs to z. Then divided all size by 2، يبقى x does not equal باي اوفر 2 over 2، يبقى باي اوفر 4 بلس k باي اوفر 2. خلاص هو ده الحل بتاعنا، يبقى الاكس ما تنفعش تبقى باي اوفر 4 صح؟ لان لو الاكس باي اوفر 4 يبقى باي اوفر 4 تايمز 2 يطلع لي باي اوفر 2، باي اوفر 2 يعني 90، وسيك 90 اندفايند. 5 كوتان ماليش دعوه بال 5 اللي هي دعوه بالانجل عندنا، الانجل هنا اللي هي 4x بلس باي اوفر 3 داز نوت ايكوال، الكوتان معناها كوزين اوفر ساين، يبقى المشكله عندنا فين؟ الساين اللي هي الزوايا اللي زيرو، او الكوتان زي مين؟ زي الكوسيك، الكوتان الاولها سي زيها زي الكوسيك الاولها سي في الدومين، يبقى داز نوت ايكوال مين؟ كي باي، وير كي بلونجز تو زي. نعمل بقى الحلاكه ايكويشن عادي، الباي اوفر 3 ذا اذر سايد، يبقى 4 اكس داز نوت ايكوال
minus pi over 3 plus q pi. Then divided all parts of all sides by 4. يبقى x does not equal minus pi over 12 plus k pi over 4. ويبقى ده الفاينل انسر. ده مين؟ ده الدومين. دي الانجلز اللي مش مسموح لي اعوض بيها. لان لو عملت سبستيوت بالانجل دي اللي اسمها باي اوفر 12 هيطلع لي ايه؟ الكوتان اندفايند. بس ده الفكره بتاع الدومين والرينج او الدومين بس. طبعا لو جاب لي مساله زي كده قال لي ساين اكس بلس باي اوفر 3 يبقى الدومين عباره عن ايه؟ يبقى الدومين از ار بلونجز تو ار او الاكس بلونجز تو ار. كل الار عدى من ماينس انفينيتي تو انفينيتي. يبقى لو جاب لي الساين او الكوزاين مهما كانت الانجل يبقى الدومين ار على طول. مهما كانت الانجل يبقى الدومين ار. طيب ده الفكره بتاعت الدومين عندنا. الدومين يبقى الدومين على حسب سك ولا كوتان ولا كوسك ولا كوتان. لكن الساين والكوزاين اور يا نم. طب نيجي للرينج عندنا. الرينج انا عندي هنا الايكويشن اف اوف اكس ايكوال بيقول لي فايند ذا رينج. رينج اف اوف اكس ايكوال minus 3 cosine 2x. تعالى نحلها هنا. minus 3 cosine 2x. عايز يحسب الرينج مش الدومين. الرينج. طب نحسب الرينج ازاي؟ انا عارف ان الكوزين بس مهما كانت الانجل الكوزين بس بتطلع من minus 1 to 1. ده الرينج. يبقى الكوزين from minus 1 to 1. لما اعمل minus 1 to 1 multiplied by مين؟ minus 3. ايه ده؟ طب ما انت قلت لنا النمبر. لا الرقم اللي بره ما ياثرش فين؟ في الدومين. لكن اثر في الرينج لان في الاخر الكوزين بيطلع ماينس 1 1 اعملها مالتبلايد باي كام؟ نيجاتيف 3. يبقى ماينس 1 تو 1 مالتبلايد باي نيجاتيف 3 يطلع لي كام؟ يبقى 3 وماينس 3. طبعا ما ينفعش اكتب في الانترفال الكبير الاول بعد كده الصغير اعكس. يبقى الصغير الاول بعد كده الكبير. يبقى فروم ماينس 3 تو 3. يبقى اجين الكوزين الاوتبوت او ريزلتس او الرينج بتاع الكوزين فروم ماينس 1 تو 1. اعملهم مالتبلايد باي ماينس 3 يبقى فروم ماينس 3 تو 3. او اكتبها كده انا عندي كوزين 2x فروم ماينس 1 تو 1. زين مالتبلايد باي ماينس 3 يبقى ماينس 3 كوزين 2x. اعمل اول مالتبلايد باي ماينس 3. طبعا لما اعمل مالتبلايد ماينس 3 الدايركشن بتاع الساين تتغير. يبقى جيتر زان تبقى ليه زان ماينس 3 تايمز ماينس 1 يبقى 3 جيتر زان ماينس 3. يبقى الانترفال فروم ماينس 3 تو 3. بس يبقى ده الانسر. ده الفاينل انسر. معناها ايه؟ معناها لو حسبت بالكالكوليتر كده ماينس 3 كوزين اي انجل هيطلع الماكسيمم 3 والمينيمم ماينس 3. مش هيطلع اكبر من 3 ولا اقل من ماينس 3. طيب تعالى نشوف المساله الثانيه. 4 بلس 5 ساين اي 4 بلس 5 ساين 2x ماينس الباي. انا عارف ان الساين فروم ماينس 1 تو 1. This side. طب multiplied by 5 يبقى 4 plus 5 multiplied minus 1 يبقى minus 5 و 5. 4 plus انا اعمل بس يطلع عندي كام؟ يبقى equal 4 minus 5 equal minus 1 to 9. يبقى range from minus 1 to 9. يبقى المينيمم فاليو للفانكشن دي تطلع minus 1 والماكسيمم فاليو 9. يعني دي طريقه او اكتب كده ساين 2x minus الباي between الماينس 1 وال 1 مهما كانت الانجل. طب then multiplied by 5 يبقى 5 sin يبقى between الماينس 5 وال 5. then يلا add 4 for all inequality terms. يلا اعمل plus 4 يبقى plus 4 يبقى equal minus 1. هنا 4 plus 5 9 sin less than 9. يبقى الانسر from minus 1 to 9. يبقى لو جاب لي كوزين وساين سبستيتيوت كوزين وساين مهما كانت الانجل فروم ماينس 1 تو 1 ذن مالتبلاي باي الفاليو بعد كده اعملها بلس الفاليو عندي. تعال نشوف اكزامبل تاني. ديترماين ذا رينج. رينج رينج اوف ذا فولونج فانكشن 3 سيك 2 اكس. يلا السيك عندنا من كام لكام؟ انا عارف ان السيك لوحدها from minus from minus infinity to minus 1 union من 1 to infinity. يبقى السك بس from minus infinity to minus 1 closed union من 1 to infinity. طبعا السك والكوسك زي بعض. طيب ده كله multiplied by كام؟ 3 multiplied by 3. طبعا ما اقدرش اعمل multiplied by 3 للماينس انفينيتي. ما حدش يكتب لي minus infinity times 3 equal minus 3 infinity. طبعا غلط.
غلط. يبقى اي نمبر multiply by 3 by infinity يطلع infinity, multiply by minus infinity يطلع minus infinity. طب يبقى الحل ايه؟ 3 times minus infinity يطلع كام؟ minus infinity. 3 times 1 equal 3 union minus 3 union 3 times 1 equal 3 3 times infinity يطلع infinity. يبقى الانسر from minus infinity to minus 3 union 3 to infinity. يبقى just we increase the ايه the range, لا زودنا الرينج, بدل ما كان من ماينس 1 ل 1 بقى من ماينس 3 وهنا 3. طبعا من ماينس 3 تو ماينس 3 و 3 تو انفينيت. طيب حد يسالني اف دي كانت ماينس اي, يعني اف اوف اكس ايكوال ماينس 3 سيك 3 2 اكس مثلا اي بالماينس, ايه اللي هيحصل؟ يلا نحسبها, ده زي ما احنا قلنا يبقى من ماينس انفينيت تو ماينس 1 يوني. يلا اعمل ملتبلاي باي ماينس 3, طبعا الماينس مالتبلاي نيجاتيف تطلع بوزيتيف يبقى بوزيتيف انفينيتي. ايوه ايوه النيجاتيف تغير الاشاره بتاعت الانفينيتي, لكن ما تزودش الفاليو ما تبقاش 3 انفينيتي, يبقى انفينيتي لمين؟ ماينس 3 تايمز ماينس 1 تبقى 3 يونيون ماينس 3 تايمز 1 ماينس 3 لحد ماينس كام؟ انفينيتي. بس لازم اظبط بقى, يبقى الكبير الصغير الاول بعد كده الكبير, يبقى دي المفروض كام؟ ايوه تبقى من 3 تو انفينيتي, ودي تبقى كام؟ from minus infinity to minus 3. ايه ده؟ طب ما هي هي اللي احنا كتبناها فوق. يعني انت عايز تقول لي ان السك والكوسك والساين والكوزين لو ضربناهم في السالب ضربناهم في الموجب هيطلع لي نفس الرينج. تاني السك والكوسك والساين والكوزين لو عملناهم multiplied by negative هيطلع لي نفس الفاليو. ليه؟ لانهم من نيجاتيف لبوزيتيف, لما اجي اعملهم multiplied by negative او بوزيتيف هيطلع لي نفس الفاليوز. يبقى 3 سيك هتطلع لي نفس الرينج بتاع ماينس 3 سيك, 3 كوزين هيطلع لي نفس الرينج بتاع ماينس 3 كوزين. طيب تعالى نشوف الاكزامبل الثاني. طيب لو في بلس, تعالى نتخيل اف دي كلها كانت بلس 5 مثلا, يلا بلس 5 نعمل ايه؟ طبعا ال 5 ماينس انفينيتي هي هي ماينس انفينيتي, بعد كده 5 ماينس 3 ايكوال 2 يونيون 5 plus 3 equal 8, يبقى 8 to infinity. يعني انت عايز تعمل تقول لي ان النمبر لما اجي اعمله بلس او ماينس اعمله منين؟ من الرقم ده اللي هو الماينس 1 وال 1 او الماينس 3 وال 3 وهكذا. يبقى الانفينيتي وماينس انفينيتي زي ما هم, الفاليو بس او بص بالعقل كده ال 1 الماينس 1 ملتبلاي ماينس 3 يطلع كام؟ 3 plus 5 يبقى equal 8, الماينس 3 تايمز ال 1 ماينس 3 plus 5 equal 2 يبقى 2 5 و 8. طيب تعالى نحل الاكزامبل الثاني, جي اوف اكس اي 5 ماينس 2 كوزين, طبعا الكوزين الرينج بتاع كوزين من ماينس 1 ل 1, يبقى اعمل كده كوزين كام؟ يبقى 5 ماينس 2 تايمز من ماينس 1 ل 1, ايوه الكوزين من ماينس 1 ل 1, يلا ماينس 2 يبقى 5 ماينس, يلا 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2 ل 2, بعد كده 5 ماينس, يلا 5 ماينس ماينس 2 يبقى 7, 5 ماينس 2 يبقى 3, بعد كده اكتبها صح يبقى فروم 3 تو 7, لازم المينيموم الاول وبعد كده الماكسيموم, الرقم الصغير وبعد كده الكبير, يبقى الانسر فروم 3 تو 7. يبقى الرينج الرينج فروم 3 تو 7, 3 تو 7 ده الرينج عندنا. طبعا لو جاب لي 10 10 5 اكس ماينس مش عارف باي, يبقى اوريال نمبر. احنا اتفقنا ان الرينج الرينج بتاع 10 والكوتان from minus infinity to infinity مهما كانت الانجل, يبقى التان والكوتان الرينج اول ريال نمبر, يبقى ده الدومين والرينج للترجمتي فانكشنز كلها. طيب ايفن اند اوت ترجمتي فانكشن, الايفن اند اوت ترجمتي فانكشن, مين الترجمتي فانكشن عندنا اوت ومين ايفن عندنا؟ عندنا الاوت ساين والتان والكوسيك والكوتان, طبعا عارفين ليه والكوزاين والسك هما الايفن بس. طب احنا فاكرين ان الايفن هو اللي بيبقى سيميتريك اباوت اباوت مين؟ اباوت الواي اكسس, الايفن معناها سيميتريك اباوت مين؟ الواي اكسس, ايوه, والاوت هو سيميتريك اباوت الاوريجن اباوت الاوريجن. طيب يبقى انا عندي الساين والتان والكوسيك والكوتان كلهم ايه؟
odds لكن الكوزين والسيك even. طيب يبقى دي نقطة مهمة عندنا تاني، يبقى ده اسمه ايه؟ odd. يبقى هما كلهم الفور odd ما عدا الكوزين والسيك. طيب استفيد منها ايه؟ قال لك الاود فانكشن معناها سيمتريك اباوت الاورجن، يبقى ساين ماينس اكس هي نفسها مين؟ ماينس ساين اكس. يعني لو الانجل بالنيجاتيف تطلع بره في التان والكوسيك والكوتان، لكن في الايفن زي ما احنا عارفين الكوزين النيجاتيف هو نفسه كوزين البوزيتيف. يعني مثلا كوزين ماينس 30 هي نفسها كام؟ كوزين 30. يعني معنى كده اهي ماينس ثيتا هو نفسه كوزين ثيتا. يعني بص في الربع الاول والرابع لو انت بتقيس الزاويه مع عقارب الساعه بالنيجاتيف تبقى دي مثلا ماينس ثيتا ودي ثيتا مع ضد عقارب الساعه كونتر كله كويس وكله كويس. هتلاقي ان كوزين في الربع الاول والربع الاثنين موجب، يبقى كوزين ثيتا هو نفسه كوزين ماينس ثيتا، لكن الساين بالنيجاتيف يبقى ساين ماينس 30 هي نفسها مين؟ ماينس ساين 30. وعشان كده تلاقي هنا مثلا ايه؟ الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف، يبقى الاثنين بوزيتيف. يبقى الكوزين بوزيتيف والساين بوزيتيف، لكن في الربع الرابع الكوزين الاكس بوزيتيف والواي ايه؟ نيجاتيف. فعشان كده تلاقي عندك هنا ايه؟ ان الساين والطريقه اللي انتوا عارفين اللي هي اس تي سي اللي هو ساين كوزين اس ساين تان كوزين. فالكوزين هنا ايه؟ بوزيتيف لكن الساين نيجاتيف عندنا. يبقى المعلومه مهمه جدا عندنا ان الكوزين والسك بس هي اللي في الربع الرابع اللي بوزيتيف بس. وعشان كده عندنا ان الكوزين والسك هي بس اللي ايه؟ ايفن نمبر او ايفن فانكشن يعني. تعال نشوف اكزامبل. فايند ذا اكزاكت فاليو اوف ذا فولونج ويزاوت كالكوليتر. طيب فايند كوزين ماينس باي اوفر 3. يلا كوزين ماينس باي اوفر 3. انا ممكن احل المساله دي بطريقتين. الطريقه الاولى ازاي؟ انا عارف ان الكوزين ايفن يبقى اكتب كده كوزين ايفن فانكشن. ما دام ايفن فانكشن يبقى كوزين النيجاتيف هو نفسه كوزين باي اوفر 3 كوزين البوزيتيف. طب كوزين باي اوفر 3 بكام؟ كوزين سكس بكام؟ ايكوال هاف. يبقى الانسر ايكوال هاف. ليه؟ لان انا عندي هنا الربع الاول الربع الرابع هنا ماينس 30 ماينس كام؟ ماينس 60 هنا. هي نفسها ايكوال 60. يبقى كوزين ماينس 60 هي نفسها كوزين 60. طبعا فاكرين ليه كوزين 60 ايكوال هاف؟ الترانجل بتاعنا اللي هو 30 60. فانا عندي هنا 1 روت 3 2 فكوزين 60 ايكوال 1 اوفر 2 1 اوفر 2 زي برضو ال 45 45. مهمين جدا عندي هنا 1 روت كام؟ روت 2. طب كان ممكن احلها بطريقه ثانيه ازاي؟ حد قال استنى كوزين ماينس باي اوفر 3. انا عارف ان ماينس باي اوفر 3 دي موجوده فين؟ في الفورس كوادرانت هنا اي ماينس باي اوفر يعني اللي هي دي 60 ماينس 60. طيب يبقى لا دي كده لو بقيس كلوك وايز. طيب هي نفسها مين؟ لو بقيس الناحيه الثانيه هي نفسها مين؟ 360 ماينس 60 يبقى ايكوال كام؟ 300. يبقى الماينس 60 هي نفسها 300. الماينس 60 هي نفسها 300. طب يبقى في ربع رابع انا عارف ان ربع رابع الكوزين ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف عندنا. يبقى الحل بتاعها هيطلع بوزيتيف. طيب بوزيتيف كام؟ كوزين 300. طيب اجيب ال 300 بريفرنس انجل. الريفرنس انجل بتاع 300 ايكوال كام؟ 360 ماينس 300 يبقى ايكوال 60. يبقى معنى كده ان ده ايكوال كوزين 60. طيب كوزين 60 ايكوال كام؟ هاف. يبقى انا ممكن احدد عن طريق الكوادرانتس او بالطريقه الاسهل عن طريق الاود وايفن. الكوزين والسك ايفن يبقى بشيل الماينس. طيب ايه التان؟ تان ماينس باي اوفر 4. انا عارف ان التان اود فانكشن. يبقى تان ماينس باي اوفر 4 ايكوال تان لا طلع الماينس بره يبقى ماينس تان باي اوفر 4. يبقى ايكوال ماينس 10 باي اوفر 4 اللي هي كام؟ 1 10 باي اوفر 4 مقابل على المجهول يبقى 1 يبقى ماينس 1. يبقى 10 ماينس باي اوفر 4 ايكوال ماينس 1. سهله. يبقى الفكره تاني ماينس باي اوفر 4 يبقى الزاويه بتاعتي هنا ماينس 45. خلاص هي نفسها ال 45 هنا بس هنا ايه؟ لو كوزين يبقى نفس الكوزين بوزيتيف، لكن اي حاجه غير الكوزين والسك يبقى بعكس الاشاره بالنيجاتيف. طيب تعالى نشوف الاكزامبل ده. بيقول لي ديترمين ويذر ذا فولونج فانكشن ار اودز اور ايفن. مين في دولت اود ولا ايفن ولا نيذر؟ نور. لا ده ولا ده.
طيب تعال نشوف الاكزامبل ده. يبقى الاول احنا استفدنا بالاوردر ايفن عشان نحدد الانجلز او الترجومتريك للانجلز الايه النيجاتيف عندنا. يبقى انا اقدر استخدم لو جاب لي انجل نيجاتيف استخدم الفكره دي ان فكره ايه الاوردر ايفن، يبقى اقدر اخلص من الماينس بالطريقه دي. طب الطريقه الثانيه عندنا determine whether the following functions are odd or even or neither nor. طبعا neither nor معناها لا ده ولا ده. طيب نمشي واحده واحده. 2 minus cosine طبعا. تعال ناخد مع معلومات كده مهمه عندنا. اتفقنا قلنا ايه ان الساين التان الكوسيك لا الكوسيك والكوتان كل دولت odds. طيب وطبعا الاكس والاكس باور 3 والاكس باور 5 زي ما احنا عارفين اللي هي اي اكس ولها باور ايه odds. طب الايفن عندنا الكوزين السك الاكس سكويرد الاكس باور 4 اي نمبر اي نمبر يعتبر ايفن فانكشن ال1 ال2 ماينس 3 ماينس 5 اي نمبر يعتبر ايفن فانكشن. لان مثلا لما اكتب واي ايكوال 1 معناه ايه معناه ستريت لاين كده واي ايكوال 1 مثلا يعدي مين واي ايكوال 1 ستريت لاين يبقى ايه سيمتريك اباوت الواي يبقى اي رقم يعتبر ايه ايفن فانكشن. الابسولوت فاليو طبعا ايفن يعني ابسولوت الساين اي حاجه جوه ابسولوت يطلع ايه ايفن عندنا. طب مين يبقى نيذر نور؟ نيذر نور نيذر نور هي حاله واحده بس لما يجيب لي اوت بلس او نيجاتيف ايفن. طيب لكن لو جاب لي اوت ديفايدد باي اوت يطلع ايفن. طب جاب لي اوت ديفايدد باي ايفن يطلع اوت. ايفن ديفايدد باي اوت ايكوال اوت. جاب لي اوت بلس اوت يطلع اوت. اوت بلس اور نيجاتيف ايفن يطلع نيذر نور. طب ايفن ديفايد بلس اور نيجاتيف ايفن يطلع ايفن. طب اوت تايمز ايفن يطلع اوت. اوت تايمز اوت يطلع ايفن. ايفن تايمز ايفن يطلع ايفن وهكذا. طب تعال نشوف الاكزامبل زين. اف 1 ايكوال 2 ماينس كوزين ال 2 ايا كان الرقم ايه هو ايفن حتى لو 1 برضه ايفن والكوزين ايفن يبقى ايفن ماينس ايفن يطلع ايفن يبقى هنا ايفن فانكشن. ساين 3 اكس مهما كانت الانجل الساين ايوه مهما كانت الانجل الساين اوت خلاص يبقى اوت. طيب ال 2 ايفن الرقم اي رقم عندنا ايفن فانكشن والتان اوت يبقى ايفن تايمز اوت تايمز ايفن يبقى ايفن تايمز اوت تايمز ايفن يطلع اوت. السك ايفن ديفايدد باي ال1 ايفن ايوه ايفن فانكشن بلس الساين سكويرد احنا عارفين ان اي باور ايفن اي باور ايفن يعتبر ايه ايفن ايوه ايوه ما هو الساين سكوير اكنها ساين تايمز ساين يبقى اوت تايمز اوت ايكوال ايفن. الساين سكوير اي الساين سكويرد عباره عن ساين تايمز ساين يبقى كانها اود تايمز اود يبقى يطلع ايه ايفن. لكن لو ساين كيوبد يبقى اود. لكن طبعا الكوزين الايفن مهما كان الباور هيكتبها حاضر الاود باور ان يبقى دي ليها حالتين لو الان اود تبقى الفانكشن كلها اود خلاص تبقى الفانكشن كلها اود. لو الان ايفن تبقى الفانكشن بتاعتك ايه ايفن. لكن الايفن باور اي حاجه يطلع ايه ايفن عندنا مهما كانت قيمه الان يعني الكوزين باور 1 ايفن كوزين سكوير ايفن كوزين باور 3 ايفن وان سو. طب يبقى ايفن ديفايدد باي ايفن يطلع ايفن. طب الساين اوت بلس الكوزين ايفن يبقى الانسر ايكوال اوت. لا غلط صح اللي هي مين نيذر نو نيذر نو يبقى معناها لا ده ولا ده. احنا قلنا الحاله الوحيده ان نيذر نور لما تبقى اوت بلس ايفن او ماينس ايفن يعني زي ما احنا كاتبين هنا دي الحاله الوحيده اللي تبقى ايه للنيذر نور. بيريودز اوف تريجونومتريك فانكشن يعني ايه بيريودز؟ البيريودك فانكشن is said to have a period b if the function repeats itself after every a b units and does not repeat itself after any unit less than b for all x values. يعني احنا عارفين البيريودك فانكشن معناها بتعيد نفسها كل قد ايه؟ يعني مثلا ساين احنا عارفين ان مثلا ما اجي ارسم كده الانجل بتاعتي زيرو خلاص وارجع الف تاني لحد كام؟ 360 اللي هي 2 باي.
احنا عارفين ان ساين 0 هي نفسها ساين 360 كوزاين 0 نفسها كوزاين 300. يبقى البيريود الساين بيهيت نفسها كلها دي 2 باي. يعني معنى كده ان انا عندي ساين x equal البيريود بتاعها 2 باي، يبقى بتعيد نفسها كل 2 باي. يبقى ساين x بلس 2 باي هي نفسها ساين x، كوزاين x بلس 2 باي هي نفسها كوزاين x، sec cosec x بلس 2 باي هي نفسها cosec x، sec x بلس 2 باي equal sec x. يبقى الدوره، ايوه الدوره كامله بتاعت الساين والكوزاين والكوسيك والسيك 2 باي، لكن التان والكوتان باي بس. التان والكوتان باي، التان والكوتان باي. يبقى التان والكوتان بيعيدوا نفسهم كل قد ايه؟ يعني مثلا تان 30 هي نفسها تان 30 بلس كام؟ بلس ال 180 اللي هي الباي. يبقى تان 30 هي نفسها تان 210 خلاص. لكن مثلا كوزاين 30 هي نفسها كام؟ كوزاين 30 بلس كي 2 كي باي او اللي هي 2 باي اللي هي 360. يبقى معنى كده الكوزاين والساين والسيك والكوسيك بيعيدوا نفسهم كل 360 اللي هي 2 باي، لكن التان بتعيد نفسها كل باي بس هي وكوتان. طبعا لما اكتب 2 كي باي معناها ايه؟ يعني معناها لو زودت 360 وبعد كده رجعت تاني زودت 360 وهكذا، يبقى كل 360 بتعيد نفسها. يعني مثلا لو جيت قلت لك كده ساين اي رقم، اكتب اي حاجه مثلا 760 خلاص، مثلا او 790 اي حاجه 790. طيب هل دي عايز اعرف بتساوي كام؟ اقدر اعمل ايه؟ انا عارف ان البيريد بتاعت الساين 360، يبقى دي لو عملتها سبتراكت 360 او اد 360 هيطلع لي نفس الانجل. يبقى هكتب كده، يبقى ساين 790 ماينس 360 يبقى ده ايكوال ساين كام؟ 430. لسه جيتر زين 360. يبقى اقدر اعمل كمان ماينس، اي يبقى ساين 430 ماينس 360 تطلع لي كام؟ يبقى ساين كام؟ 70. يبقى معنى كده ان ساين 790 ايكوال ساين 70. كده قدرت ارجع اشوف بقى دي في انهي كوادرنت واجيب الريفرنس، الكلام اللي احنا عارفينه. يبقى ده كام؟ عرفت عن طريق البريود اقدر اجيب انجل زي كده، اعرف هي موجوده فين او في اي كوادرنت او بتساوي مين. طب لو جابها لي بالنيجاتيف، يعني جاب لي كده ساين ماينس مثلا اي حاجه ماينس 300 مثلا، في الحاله دي اقدر احل بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا عارف ان الساين اوت اطلع نيجاتيف بره واكمل حل واشوف ال 300 في اي كوادرنت واكمل، او بطريقه ثانيه انا عارف ان البريود 360 يبقى انا لو عملت سبتراكت 360 او عملت بلس 360 هتطلع نفس الانجل. طب هنا بالنيجاتيف اقدر اعمل بلس 360، يبقى ساين ماينس 300 بلس 360. ما هو انا لو جبت الزاويه اللي بعدها او اللي قبلها الاثنين صح، لو بالماينس اجيب اللي بعدها، يبقى ده ايكوال ساين يلا ماينس 360 بلس 360 او ماينس 300 بلس 360 ايكوال كام؟ 60. يبقى ساين ماينس 300 ايكوال ساين كام؟ 60. بس يبقى عندي كذا طريقه ممكن استخدم الفكره بتاعت الاود والايفن، ممكن استخدم الفكره بتاعت البيريود زي ما انت عايز، كله صح. تعال نشوف اكزامبل. ايفالويت ايتش اوف ذا فولنج يوزنج، عايز استخدم الفكره بتاعت البيريود يعني. تعال نحل كل مساله. كوزاين 3 باي، اولا نفكر مع بعض ال 3 والكوزاين والسك والكوسيك كام؟ 2 باي. يبقى المفروض الانجل اللي جوه الكوزاين او الساين او السك او الكوسيك تبقى less than or equal 2 باي. طب هنا 3 باي greater than 2 باي، يبقى لازم اعمل ايه؟ اعمل سبتراكت، يبقى ده equal كوزاين سبتراكشن 3 باي minus 2 باي، عشان اراجعها على الانجل من وسط الاربع ارباع بتوعنا اللي هو ال 4 كوادرنت، يبقى ده equal كوزاين باي. رجعتها خلاص اهي 3 باي ماينس 2 باي ايكوال باي. الباي دي من العالم بتاعنا، انهي عالم؟ لو جينا رسمنا هنا ده الاكس والواي، طبعا المفروض نحفظها، احنا عارفين الباي اللي هي 180، النقطه عندها كام؟ ماينس 1 و0، يبقى كوزاين باي ايكوال نيجاتيف 1. يبقى معنى كده كوزاين 3 باي ايكوال ماينس 1، لان كوزاين 3 باي هي نفسها كوزاين باي، لان البريودك بتكرر كل 2 باي. طيب ساين ماينس 7 باي اوفر 4، دي ممكن احلها بطريقتين، فكره الاود
اطلع النيجاتيف بره، او الفكره بتاعت مين؟ البريود زي ما انت عايز. بس هو هنا بيقول استخدم طريقه البريود، تعالى نحلها بالطريقتين. الاول طريقه البريود، ده نيجاتيف، يبقى انا عارف لو زودت 2 باي يبقى نيجاتيف 7 باي اوفر 4 بلس 2 باي، يبقى ده ايكوال ليه 2 باي؟ عشان اخلص من النيجاتيف ده يبقى ساين. طب اشمعنى 2 باي؟ لان البريود بتاعت الساين 2 باي، لكن البريود بتاعت التان باي بس، يبقى ده ساين كام؟ يلا 2 باي اكنه ديفايدد باي 1 واعمل كروس، يبقى نيجاتيف 7 باي بلس 8 باي يبقى باي اوفر 4. يبقى ساين ماينس 7 باي اوفر 4 هي نفسها ساين باي اوفر 4. ساين باي اوفر 4 ايكوال كام؟ احنا حافظين باي اوفر 4 اللي هي 45، يبقى 1 اوفر روت 2، او بكتبها كده روت 2 اوفر 2، الاثنين صح، ده صح وده صح حسب اللي موجود في الام اس كيو في الاختيارات في التشويزز عندك. بس ادي الفكره. يبقى الفكره بتاعت البريود لو نيجاتيف اعمل بلس، لو بلس لو رقم اكبر من 2 باي اعمل ماينس ايه؟ ماينس 2 باي. يبقى لو فاليو جوه الساين والكوزاين والسك والكوسك جريتر ذان 2 باي اعمل ماينس 2 باي، لو هو بالنيجاتيف اعمل بلس 2 باي. طيب سؤال مهم عندنا، سؤال مهم، اف دي كانت كوزاين 7 باي اعمل ايه؟ اعملها ماينس 2 باي، يبقى كام؟ يبقى كوزاين 5 باي. اعمل كمان ماينس لان لسه الفاليو جريتر ذان 2 باي، اعمل ماينس 2 باي يبقى 3 باي، اعمل ماينس 2 باي يبقى كوزاين باي. يبقى افضل اعمل نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 2 باي لحد ما اوصل لمين؟ للفاليو الانجل تبقى ليه زان 2 باي. يبقى الانسر ايكوال ماينس كام؟ ماينس 1. او واحد ثاني يعمل ايه؟ يقول لك لا انا ممكن على طول 7 باي. ال 7 باي اطرح منها قد ايه عشان تبقى اقل من 2 باي؟ اطرح كام بس؟ لا بس لازم في الكوزاين والساين والسك والسك اعمل سبتراك ايه؟ رقم ايفن في باي. يعني ممكن اطرح كام على طول؟ ال 7 باي اطرح 4 باي على طول. فلو طرحت 4 باي هتطلع لي 3 باي، لكن اطرح كام؟ 6 باي، 6 باي يطلع لي كام؟ باي. يبقى 7 باي كان ممكن من الاول اعمل سبتراكت ماينس 6 باي على طول. اللي هي عشان اضمن يعني، بص في عقلي كده لو طرحت 2 باي لا لسه كبيره، 4 باي كبيره، لكن 6 باي تبقى باي بس خلاص. طيب تعالى نشوف الاكزامبل ده تاني اللي هو ليتر بي. لو عايز احله بطريقه تانية، طريقه النيجاتيف اللي هي طريقه الاودز، انا اقول ان الساين اودز يبقى طلع النيجاتيف بره، يبقى ايكوال نيجاتيف ساين. دي طريقه ثانيه في الحل، طريقه ثانيه ده او ده الاثنين صح، يبقى ماينس ساين 7 باي اوفر 4. طيب نرجع زي الكلام الاول بقى، 7 باي اوفر 4 في انهي كوادرانت؟ دي في الكوادرانت كام؟ في الكوادرانت 4. ما هو 7 باي اوفر 4 خلاص يعني تقريبا زاويه كام؟ باي اوفر 4 يعني معناها 45 تايمز 7 يطلع لي كام؟ 45 تايم 7 يطلع 315، يبقى معناها في ربع كام؟ في ربع الربع. طب دي في الفيرست كوادرانت، الفيرست كوادرانت الساين نيجاتيف، يبقى ده ايكوال النيجاتيف الاصليه بتاعت الاود مالناش دعوه بيها ماينس ساين. طب الريفرنس انجل بتاع 7 باي اوفر 4 باي اوفر 4، جبته ازاي؟ انت قلت الريفرنس انجل في ربع الرابع عباره عن 360 ماينس 315 يعني 45، يبقى ده ايكوال ماينس تبقى بلس ساين باي اوفر 4 يعني ايكوال 1 اوفر روت 2، نفس الحل هو هو. يبقى المهم الادوات كتير تبقى انت فاهم، ممكن استخدم الفكره بتاعت البيريود او استخدم الفكره بتاعت الاود والكوادرنت. بعد كده نيجي لاكزامبل لتر سي، 10 31 باي اوفر 4. 31 اوفر 4 قاسم ده على بعض كده، 31 اوفر 4 يعني يطلع كام؟ 7.75. يبقى دي اكنها بالظبط 10 77.75 باي. طيب المفروض اعمل سبتراكت ماينس كام؟ اوعى تنسى التان والكوتان البيريود ايكوال باي، يبقى لازم اعمل سبتراكت باي، يبقى دي المفروض ناقص باي. بس لو عملتها سبتراكت باي اي هي 7 بوينت، لما اعمل ماينس باي هتطلع 6 بوينت، يا نهار ابيض. يبقى لازم اعمل ماينس باي ماينس باي ماينس باي ماينس باي لحد ما توصل للفاليو ليز ذن كام؟ باي، صح؟ طيب او الطريقه الثانيه اشوف كام باي على طول، هي 7.75 باي، يبقى ممكن اعمل سبتراكت كام؟ 7 باي او 8 باي لان هي تان، فالتان ينفع رقم فردي او زوجي، لكن التان والكوتان ينفع اعمل سبتراكت ايفن نمبر في الباي او اود نمبر في الباي، لكن التان والكوتان ينفع اود او ايفن، لكن الساين والكوزاين والسيك والكوسيك
لازم يبقى ايفن نمبر في الباي، لان لازم مضاعفات التو باي، فمضاعفات التو باي لازم يبقى ايفن نمبر، لكن مضاعفات الباي ممكن يبقى اوت او ايفن. طيب اعمل سبتراكت كام براحتك، الافضل الافضل كله صح، كله هيبقى صح، بس الافضل يبقى الرقم الاقرب ل 7.75 باي. مين اللي اقرب ليهم؟ 8 باي، ما هو ما بين ال 7 باي وال 8 باي، يبقى الاقرب 8 باي. يبقى اقدر اعمل ايه؟ يبقى ده ايكوال 10 31 باي اوفر 4 ماينس 8 باي. كله صح، يعني لو عملت 7 باي صح 8 باي صح، كله صح زي ما هنشوف دلوقتي. طب يبقى ده ايكوال كام؟ يبقى 10، نعمل كروس ديفايد باي 1، اعمل كروس يبقى 31 باي ماينس 32 يبقى ماينس باي اوفر 4، يبقى 10 ماينس باي اوفر 4. طب انا عارف ان ال 10 اودز، يبقى الماينس يطلع بره، يبقى كام؟ ماينس 10 باي اوفر 4. طيب 10 باي اوفر 4 اللي هي 10 كام؟ 45. انا عارف 10 45 بكام؟ 1، يبقى ماينس 1، يبقى الانسر ماينس 1. طيب دي الفكره بتاعتنا، ان التان التان اشوف الرقم اللي جواها خلاص واقعد اعمل. طب واحد مش فاهم الكلام ده يعمل ايه؟ يقول لك انا مش فاهم، هي تان 31 باي اوفر 4، انت قلت لنا نطرح باي، خلاص حاضر يلا ماينس باي، يبقى ايكوال تان، لما بطرح بعمل كروس يبقى 31 ماينس 4 يبقى كام؟ 27 باي اوفر 4. لسه الرقم كبير اكبر من باي، في التان والكوتان لازم يبقى ليس ذان باي، لكن في الساين والكوزاين والسيك والكوسيك يبقى ليس ذان 2 باي. يبقى لسه الدومينيتور، لسه البسط، النومينيتور اكبر من الدومينيتور، لسه البسط اكبر من المقام. يلا اعمل ماينس باي، يبقى تان 27 باي خلاص ماينس باي كمان مره، ماينس باي يطلع لي كام؟ يبقى اعمل كروس يبقى 23 اوفر 4، اعمل ماينس باي كمان مره لحد ما يوصل ان البسط يبقى اقل من المقام، يبقى تان، وهكذا بقى نفضل نمشي كده لحد ما نوصل للفاليو اللي عندنا. يبقى دي الفكره بتاعتنا يا شباب، ان انا افضل اعمل ماينس 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 لحد ما يبقى الفاليو اللي جوه التان ليس ذان باي، ليس ذان باي في التان والكوتان، لكن ليس ذان 2 باي في الساين والكوزاين والسيك والكوسيك والكوتان. تعال نشوف اكزامبل تاني. ايفالويت اتش اوف ذا فولونج، يلا نفس الفكره اهي، الكوزاين نشوف الانجل عندنا، الانجل هنا جيتر ذان 2 باي، يبقى لازم اعمل ماينس 2 باي، لان كوزاين والساين والسيك والكوسيك. يلا يبقى ده ايكوال كوزاين 4 باي ماينس 2 باي يبقى 2 باي. لسه ممكن اعملها ماينس كمان يطلع لي كوزاين كام؟ كوزاين 0. كوزاين 0 احنا عارفين، ايوه اللي هنا الزيرو هو نفسه ال 2 باي، لو عندي الزيرو كام؟ ال 1 والزيرو، يبقى كوزاين 0 كام؟ 1. او كنت اقف هنا على طول، انا عارف ان ال 2 باي الكوزاين بتاعها ب 1 على طول براحتي، بدل ما انا عارف ان كوزاين 2 باي ب 1. واحد تاني يقول لي لا، ما انا عارف ان ال 4 باي من مضاعفات ال 2 باي، يبقى معنى كده هي نفس الكوزاين بتاعتها، يبقى كام؟ 1 على طول. يعني كوزاين 4 باي و6 باي و8 باي و10 باي كله ب 1، لكن كوزاين باي و3 باي و5 باي بنيجاتيف 1. طيب نشوف بقى 10 نيجاتيف 7 باي اوفر 4، 10 نيجاتيف 7 باي اوفر 4 نعمل ايه؟ براحتك، هنا عندي دي نيجاتيف، خلاص بدل نيجاتيف عندي 30، طريقة الاوب ان اطلع نيجاتيف بره، او طريقه ان انا عارف لو الانجل نيجاتيف اعمل ايه؟ اعمل بلس كام؟ دي 10 ما تسرحش 10 يبقى بلس باي، لو 10 او كوتان يبقى بلس باي، يبقى ده عشان اخلص في النيجاتيف اعمل بلس 10، يبقى 10 ماينس 7 باي اوفر 4 بلس باي، يبقى ده ايكوال 10. يلا يطلع لي كام؟ اعمل كروس يبقى هنا ماينس 7 باي تايمز 1 بلس 4 يبقى ماينس 3 باي اوفر 4، لسه بالماينس يبقى اعمل كمان بلس باي، يبقى 10 ماينس 3 باي اوفر 4 بلس باي. ما انا افضل كل مره اعمل بلس باي بلس باي عشان يطلع لي رقم ليس ذان ايه باي، يبقى 10 كام؟ اعمل كروس يبقى ماينس 3 باي بلس 4 باي يبقى كام؟ باي اوفر 4. احنا عارفين 10 باي اوفر 4 ايكوال 1، 10 باي اوفر 4 ايكوال 1، او كان من الاول 7 باي اوفر 4، 7 باي اوفر 7 اوفر 4 يبقى معناها 1.75، يبقى هي ما بين ال 1 وال 2، يبقى بين الاقرب ال 2، يبقى اطرح 2 باي على طول. اي رقم اللي هو مالتيبل او الدبل بتاع الباي، يبقى مثلا 2 باي 3 باي 5 باي، اي رقم في الباي ينفع اطرحه من التاني، لكن الكوزين لازم يبقى ايفن، يعني 2 باي 4 باي زي ما احنا اتفقنا. طيب ساين 31 باي اوفر 4 يبقى ده ايكوال 31 اوفر 4، احنا قلنا 31 اوفر 4
دي ساين، يبقى ده تروح تو باي، يبقى ساين خلينا نمشيها واحده واحده، يبقى اعمل كام؟ يبقى اطرح ماينس 2 باي، اعمل كروس. ايوه هناك كان في، كان التان الاكزامبل اللي قبل ده كان تان، عشان كده عملت سبتراكت باي، هنا ساين يبقى 2 باي، اعمل كروس يبقى 31 ماينس 8، 31 ماينس 8 يطلع لك كام؟ يبقى 23 باي اوفر 4. خلاص يلا ماينس 2 باي تاني لان الرقم لسه كبير، يلا يبقى ده ايكوال ساين كام؟ اعمل كروس يبقى 23 ماينس 8، 23 ماينس 8 يطلع لك كام؟ يبقى 15 باي اوفر 4 ماينس 2 باي لسه، يبقى ده ايكوال لحد ما اوصل لفاليو ليس ذان اور ايكوال 2 باي، يبقى 2 باي يعني معناها 8، يبقى لازم المقام البسط ده يبقى ليس ذان اور ايكوال 8 عشان يبقى ضعف ال 4. يلا اعمل كروس يبقى 15 ماينس 8 ايكوال 7 باي اوفر 4. خلاص ده الحل، يبقى كده 7 باي اوفر 4 البسط اقل من ضعف المقام في الساين والكوزين والسك والكوسيك. طب بعد كده اقدر اعمل ايه؟ اقول بقى الفاليو دي فين موجوده؟ فين 7 باي اوفر 4 يعني معناها 315، احط يبقى معناها في الربع الرابع، الربع الرابع الساين نيجاتيف، يبقى ده ايكوال ماينس. طيب ماينس ساين كام؟ اجيب الريفرنس انجل 360 ناقص 315 يبقى كام؟ 45، يبقى باي اوفر 4. طيب ساين باي اوفر 4 بكام؟ 1 اوفر روت 2، يبقى الانسر عندنا ماينس 1 اوفر روت 2 او ماينس روت 2 اوفر 2 زي ما انت عايز. دي طريقه، او طريقه ثانيه كان واحد يعمل ايه؟ يقول لي لا انا عارف ان 31 اوفر 4 عباره عن كام؟ عباره عن 7.75. طيب اقرب رقم ليها كام؟ يبقى انا هعمل سبتراكت 7 باي ولا 8 باي؟ لا ده ساين، لازم يبقى رقم ايفن، يبقى لازم غصب عني اعمل سبتراكت 8 باي، 8 باي، يبقى اكتب كده ساين 31 باي اوفر 4 ماينس 8 باي. ليه 8 باي؟ ليه؟ لان ده رقم ايه؟ رقم ايه؟ ايوه ما تنساش بالله عليك 7، ما ينفعش 7 باي في الساين والكوزين والسيك والكوسيك، لكن في الثاني ينفع، يبقى ده ايكوال ساين اعمل كروس يبقى 31 ماينس 32 يبقى ماينس باي اوفر 4. انا عارف ان الساين اودز، يبقى النيجاتيف يطلع بره، يبقى ماينس ساين باي اوفر 4. طيب ساين باي اوفر 4 بكام؟ 1 اوفر روت 2، يبقى انسر ايكوال ماينس 1 اوفر روت 2. طيب البيريودز اوف بيزك ترانسفورميشن يعني ايه؟ الفكره دي مهمه جدا عندنا، احنا عارفين زي ما احنا اتكلمنا ان الساين مثلا لو عندي الساين اكس يبقى البيريود بتاعها كام؟ 2 باي. طبعا احنا عارفين الساين الكوزين السيك الكوسيك البيريود 2 باي. طيب لو هي ساين اكس بلس اي رقم برضه 2 باي، ليه؟ لانك انت عملت شيفت بس، فالشيفت ما اثرش على البيريود، يبقى البيريود زي ما هي. طيب لا ما اثرتش على الاكس. طيب لو انت عملت كده ساين اكس بلس سي وعملت عليهم هنا مثلا بلس اي، مش ما حصل شيفت للواي، برضه ما اثرش على، يبقى البيريود برضه زي ما هي 2 باي. طيب لو عملت كده 3 ساين اكس بلس سي، اي رقم ضربته هنا في الساين برضه ما اثرش على البيريود، لان ده حصل شينجنج او ستريشنج في الواي، في الواي يعني معناها في الرينج، ما اثرش على الاكس، يبقى برضه البيريود كام؟ 2 باي. امتى البيريود تتغير؟ لو جاب لي كده ساين اكس تايمز سي، يعني الرقم مضروب في الاكس، في الحاله دي يبقى البيريود بيساوي 2 باي اوفر الابسولوت فاليو للسي. يبقى البيريود بتتغير في حاله واحده بس، لو الاكس الانجل بتاعتنا مالتيبلايد باي نمبر، يبقى 2 باي اوفر مين؟ ابسولوت فاليو للنمبر ده. يعني مثلا لو جبت لك كده كوزين 3x بلس باي مضروب هنا في 3 وهنا كله مجموع عليه 5. طب يبقى وطلب مني البيريود، البيريود هنسميها بي، يبقى البيريود عباره عن كام؟ عباره عن كام؟ 2 باي اللي هي البيريود الاصليه ديفايدد باي الابسولوت فاليو اللي جنب الاكس، ولا ليه دعوه بال 3 دي؟ خلي دي مثلا ماينس 3، ولا ليها دعوه بدي، ولا ده بالباي، ولا بال 5، ليها دعوه مين؟ ب 3x، يبقى ديفايدد باي الابسولوت فاليو 3x، يبقى الانسر ايكوال او الابسولوت فاليو 3، يبقى 2 باي اوفر 3، يبقى البيريود اتغيرت، يبقى الكوزين دي بدل ما كانت ريبيتد كل 2 باي، لا هتبقى ريبيتد افري 2 باي اوفر 3. ليه؟ لان 3 دي حصل لها ايه؟ انكماش. يبقى البيريود بدل ما كانت 2 باي، يعني مثلا البيريود كانت كده من 0 ل 2 باي، لا قلت بقت كام؟ قلت بقت من 0 ل 2 باي اوفر 3.
زي ما نشوف في سيكشن 1.5. طبعا طب لو 10 لو جاب لي كده 10 ماينس 5x بلس 3 وهنا مثلا ماينس مش عارف ايه وهنا 3 لا يبقى على طول اكتب الانسر ايه يبقى البيريود كام 2 باي لا غلط باي لان احنا قلنا التان والكوتان البيريود بتاعهم باي يبقى باي ديفايدد باي مين ابسولوت فاليو ماينس 5 يبقى الانسر ايكوال باي اوفر 5. يبقى الفكره بتاعتنا تاني ان اللي بيغير في البيريود هو الكوفيشن بتاع الاكس الرقم اللي مضروب في الانجل عندنا. تعال نشوف اكزامبل. Find the period of each of the following functions. يلا البيريود عايز البيريود 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 معناها ايه؟ بتتكرر كل قد ايه؟ البيريود بتاعت الساين والكوزاين والسيك والسيك 2 باي ديفايدد باي الكوفيشن بتاع الاكس لكن التان والكوتان ديفايدد باي الكوفيشن بتاع الاكس باي ديفايدد باي الكوفيشن بتاع الاكس. يلا هنا F1 يبقى البيريود بتساوي ايه؟ 2 باي ديفايدد باي مين؟ الكوفيشن بتاع الاكس كان 10 يبقى ديفايدد باي absolute value 10 يبقى equal 2 by over 10 يبقى equal by over 5. الساين يبقى البريود equal 2 by divided by absolute value اللي الكوفيشن بتاع الاكس هو كام 2 by يبقى equal 2 by divided by 2 by يبقى equal 1. ايوه البريود equal 1 ال1 ده بالراد ال1 ده انجل بالراد الارقام دي كلها بالراد مش بالديجري فال1 ده ما تجيش تقول الانجل هنا صغيره ب1 ديجري لا هي 1 راد ال1 راد ده ليه احترامه لان ال1 راد ده عباره عن 8 ديجري 1 تايمز 180 ديفايدد باي باي يعني تقريبا ال1 راد ده بحاجه و50 درجه فيعني رقم كبير مش صغير فاهمين قصدي فما استغربش لو طلعت ب1 بهاف ب0.25 في الاخر الارقام دي كلها بالراد. طيب التان يبقى البيريود ايكوال 2 باي لا غلط الباي اوعى تنسى التان والكوتان باي divided by coefficient بتاع الـ x اللي هو كام؟ الـ absolute value 2 over 3 يبقى ده equal by over 2 over 3 يبقى equal 3 by over 2 3 by over 2 يبقى هنا البريود بتاعت مين؟ بتاعت 10 minus 2x over 3 plus 5 equal 3 by over 2. طبعا ملحوظة مهمة جدا عندنا ان الـ coefficient بتاع الـ x لو رقم greater than 1 معناه البريود بتكبر البريود قصدي البريود بتصغر يعني هنا مثلا 10 يبقى انت بتعمل ديفايد باي 10 يبقى البريود صغر لكن لو الكوفيشن بتاع الاكس less than 1 البريود بتكبر يعني مثلا لو كتبت لك كده مثلا سك 5x يبقى البريود كام 2 باي اوفر في ده سك x اوفر 5 يبقى البريود هتبقى كام 2 باي اوفر 1 اوفر 5 يعني كام 10 باي. يبقى تاني لو نفس الكلام في السك والكوسك والساين والكوزاين والتان والكوتان بس تان والكوتان باي ديفايدد باي باي اوفر يعني. طيب يبقى الفكره كلها تاني الفكره ان لو الكوفيشن بتاع الاكس ليس ذان 1 يبقى البيريود بتكبر لكن جريتر ذان 1 يبقى البيريود ايه؟ تصغر عندنا.